كانت المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أرض وباء، يعني الذي يأتي فيها يمرض. مدينة محمد صلى الله عليه وسلم قام يجري يثري بيتشتار مدي وزخر قشي قوتشو تخر سماجو وقوتشتاش. كانت تسمى بيثرب، يثرب تيتشتار مدينة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى بهذا الاسم. بغمبار محمد صلى الله عليه وسلم شكوم عصام جا يجوي داق تسمى المدينة، مدينة جا يجوا أخوات تسمى طيبة، طيبة جباني خنوش. نعم، مهجر النبي صلى الله عليه وسلم، مهجر النبي صلى الله عليه وسلم بغمبار هجرة دي شاج برا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوباء يرتفع من المدينة. يجي دعاء يشاوش تاش محمد صلى الله عليه وسلم مسا وزقي كوتش تاخر قيم كوتشين وعلى حشكم من جبا ميريخنو. فأصبحت المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصح بلد في الهواء النقي. على حشكم يفصج على حشكم ينافم قخججة بيغمبارني دعام قخججة تقوم على حشكم يوجد مدينة نخشبة نخف ضد نخشقاب زغز ديك وشبة خواه على حشكم ينافج. وفيها بركة عظيمة، يجي بركة تشهد. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون لها من البركة ضعف ما يكون بمكة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة ونبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة. يجيم ببركات الدثر خديجة نخبش مكة دثر نخرة ستوش بما إبراهيم دعاه زخجار بمكة قادراش محمد صلى الله عليه وسلم مدينة را دعاه زخجار.